السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في مخيم الصيفي الشهيد مسعود ولد علي رشقون دائرة بن نصاف ولاية عين تيموشن. مخيم صيفي يحتوي على 300 طفل. الأطفال جاونا من ولاية معسكر، ولاية تيميمون، ولاية عين قزام، ولاية تيندوف. عندنا برنامج بسطرات الوكالة الوطنية لتسلية الشباب مع الأطفال. برنامج يحتوي على عدة نشاطات، منها تسلية الأطفال، منها الألعاب، منها ترفيه، منها سكاتشات، منها المسرحيات. الأولاد راهم معنا، راهم يعيشوا في أجواء رائعة. عندنا سباحة، عندنا سهرات، عندنا مختلف الأنشطة مع الأولاد. مرحبا بكم، نشكركم على هذا الانترفيو، وعم الأولاد يزيدوا كش ما يعطونا تدخل. الرحيم والصلاة على سيدنا محمد. معاكم اليوم الاسم عمر مولانا من ولاية معسكر. نحن في دائرة موشنت. كيف هي أجواء المخيم الصيفي؟ كيفاش راكم تعيشوا المخيم الصيفي؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله. رانا موفرين كلشي. أيوا داروا عليهم كاع كل اللي عليه. اسكو راكم غاية هنايا مع الشيوخة ومع والحمد لله يا ربي، الحمد لله. وشكون الزملاء تاعك اللي تعرفت بيهم؟ غاية لاباس الحمد لله يا رب. شنو الحاجة اللي استفدت منها هنا؟ استفدت الكثير بزاف الصوالح. شكرا. صلاة على أشرف المرسلين. الاسم بوجلا ريان عزيز. حبيت نقول لكم بلي هذه أفضل مرحلة لاكولوني في حياتي قاع فوتها. والشيوخة ثاني قاع مقدريننا وقادرين على مجهوداتهم. أنا اسمي بكاشي عبد الرزاق، بلدية ولاد عيسى، جيت لعين تيموشنت. البحر جو رائع بارد. مرحبا بكم في مخيم رشقون، بلدية بن نصاف، ولاية عين تيموشنت. السلام عليكم. مرحبا بكم في البحر رشقون، كاع روحة البحر.